لأن شاهدنا البي اس جي وشاهدنا الفوز للبي اس جي اليوم على حساب اليوفي، فلا بأس لو نعود إلى الأهداف. أهداف لو قلت تتحدث عن هذه التمريرة وهذه التسديدة. This is a fantastic goal. الهدف جميل ورائع من التنظيم. كانوا. This is also incredible. He takes it. إذن التنظيم جيد من كل اللاعبين بلمسة. It looks so easy. ويبدو أنه سجل الهدف بأريحية كبيرة. هذه هي منافسة الشامبيونز ليج. وأعتقد وأن هذا كان خطأ من دوناروما. كان بإمكانه أن يتصدى لهكذا فرصة. ورأينا ردة فعل المدرب الذي كان غاضبا جدا من دوناروما. أعتقد أن دوناروما لم يكن في أحسن حالاته الليلة رغم كل التصديات. طيب. بماذا نبدا؟ بي اس جي يوفي. بالثلاث الخطير لفريق باريس وايضا عوده يوفنتوس الشوط الثاني. يحسب لليوفي العوده في الشوط الثاني، يحسب لليوفي تسجيل هدف كان قريب جدا من ان يعادل المباراه وان يكون هو صاحب الافضليه بحكم القوه التي يمتلكها في الجانب الهجومي بعد التغيير اللي حصل ما بين الشوطين. لذلك الهدف كان صاعق بالنسبه لليوفنتوس. باول خمس دقائق سجل هدف امبابي بهدف لعبه رائعه جدا بتكنيك عالي لهذا اللاعب، بتمريره ممتازه من نيمار ضرب فيها خط الدفاع، تحرك كان في المساحه وطلب الكره في المساحه بصوره ذكيه جدا بعيد عن الرقابه واستغل فيها السرعه والمهاره التي يمتلكها امبابي. لذلك كانت افضليه بالنسبه للفريق في التسجيل. ولكن اعتقد الشوط الثاني لو نشوف الاهداف، الهدف اليوفي في الشوط الثاني فريق كان مختلف، ضغط في منطقة عالية جدا بالنسبة للفريق، كان قريب جدا من أن سجل هدف الأول اليوفي بخطأ بخروج دوناروما. كان خروج دوناروما نوعا ما خاطئ غير موفق. واعتقد انه يعني لو نشوف الهدف اليوفي نتكلم عليه بصوره اكثر واقعيه، لان الهدف في خطا من حارس المرمى، تمركز حارس المرمى وايضا الدفاع والرقابه الموجوده. لكن البي اس جي كان يستحق اكثر من هدفين ولا لا؟ انا بالنسبه لي الثلاث نقاط مهمه بالنسبه للبي اس جي واهميتها تكمن في انه من المنافس الاول على بطاقه التاهل في المجموعه امام اليوفي، مستوى ونتيجه كذلك حتى على المستوى الفردي بالنسبه لعناصر البي اس جي. ولكن يحسب لأليجري صراحه في الشوط الثاني، يعني التغييرات اللي قام فيها، يعني سواء كان على مستوى اللعيبه او على حتى المستوى التكتيكي، تغيير النهج من 3-5-2 الى 4-3-3 لما اوعز الى دانييلو باستخدام دانييلو اللي قدم مستويات كبيره جدا مع اليوفي هذا الموسم. استخدم دانييلو في انه يلعب بمنطقه الظهير الايمن واوعز الى كوستيك وكمان روجاني في التناوب على تغطيه منطقه الظهير الايسر. ماكين صاحب الهدف الثاني، الهدف الاول نزوله عمل فارق كثير في المنطقه في الجهه اليمنى من الناحيتين، في الشق الهجومي في الشق الدفاعي. يحسب كثيرا لليوفي العوده التي ليست مستغربة على اليوفي، ولكن المهارة تبقى، المهارة الفردية في مباراة اليوم رجحت كفة بي اس جي. رود جولت أثار نقطة، وأنه الدفاع الإيطالي، وأنه الإيطاليين في العادة ما يقبلوا أهداف مثل هذه. أنت مدافع ولديك خبرة كبيرة في الدفاع، لكن هل تشاطرني الرأي وأنا لما أقول وأن الدفاع الإيطالي كان قبل دفاع حسين ودفاع قوي إلى غير ذلك، الآن ما عاد الدفاع الإيطالي مثل ما كان عليه في السابق، يعني الآن يقبل اليوفي دفاع قوي، كان بوفون كيليني بونوتشي وغيرهم في الدفاع قبل جوف كابريني جنتيلي فورين إلى غير ذلك، الآن ما عاد.
معاك طبعا واتفق مع جولت في كده، بس يعني هو الدفاع الموهبة موجودة حتى في المدافعين اللي موجودين مش موهوبين يا هشام في الدفاع. الدفاع زي ما بنتكلم على المهاجم انه موهوب في الاستلام وتجهيز الكرة واستقبال الكرة بشكل جيد، المدافع موهوب برضو في اتخاذ القرارات وتوقيت القرارات وقراية اللعب. لو شفنا الهدفين الاولانيين لعيبة باريس بتلعب بالسرعة وبالموهبة وبالمهارة، انت كمدافع شايف الكرة قدامك وشايف اللعب قدامك لازم يبقى تفكيرك وتركيزك اسرع من اللي احنا بنشوفه ده، وده كان موجود في إيطاليا قبل كده. الأسماء اللي انت ذكرتها شاب مالديني ونستا والأسماء اللي انا هتكلم عن اللي انا شفتهم يعني حتى كان في جيل جولت. انا هتكلم على الأسماء اللي انا شفتها يعني انما المنظر الدفاعي اللي احنا شفناه النهارده من اليوفي في الشوط الاول لا يعني شو ينقص شو ناقص اللي ناقص؟ سرعة رد الفعل، واضح ان هم ما عندهمش رد فعل تماما، لان زي ما قلت لك كوره بتتحضر بسرعه قدامهم وهم ما فيش رد فعل تماما، بيتفرجوا زيهم زي المتفرجين اللي قاعدين في وده المفروض ما يحصلش. انت كمدافع قاري اللعب، عارف سرعات اللاعب اللي بيلعب قدامك، شايف هيتحرك ازاي، لو انت محضره بشكل كويس مش هيحصل. الشوط الثاني انا عجبني اليوفي في رد الفعل بتاعه يا شباب، في الشراسه اللي بيلعب بيها، دخوله ورجوعه للملعب مره ثانيه. انما في حاجه في باريس ما عجبتنيش، ودي ممكن تبقى ليها تأثير سلبي عليه في الأدوار اللي بعد كده وتخرجوا من البطولة كمان، وهي حالة الدلع وإضاعة الفرص الكتير اللي بتيجي، وده كان بيحصل بيبدأ بشكل كويس جدا ثم مع تتوالي المباريات والأدوار. شو معناها الدلع؟ الدلع في أنانية وفي دلع في إهدار كرات سهلة جدا ممكن تكلف الفريق ان انت تحسم المباراة. يعني شوف الشوط الثاني النهاردة اليوفي كان يقدر يرجع في المباراة، كان يقدر يتعادل، يقدر يسجل هدفين في المقابل باريس ضيع كام فرصة هدف يا مبابي ونيمار، ضيعوا اكتر من 3-4 فرص اهداف محققة 100%. ففيها نوع من الأنانية من المهاجمين ما كانش موجود الشوط الاول. احنا اشدنا بالجماعية واشدنا باللعب الجماعي اللي الفريق بيلعب بيه، أشدنا بالتماسك اللي الفريق كله بيدافع مع بعضه، ما شفناش الكلام ده الشوط الثاني. You know what is interesting to see in the time من المهمة أن نفهم أنهم أو المدافعون في السابقة كانوا يفرضون مراقبة لصيقة على المهاجمين، ولكن منظومة الدفاع الآن أصبحت منظومة جمعية. إذا كنت تلعب بخمسة مدافعين فيكون من الصعب جدا أن تفرض مراقبة لصيقة على ثلاثة مهاجمين. هذا ما يحدث في المنظومة الجديدة للدفاع، ويكون هناك تأخير في التصدي للمهاجمين. حينما تلعب بأربعة مدافعين يكون الأمر أسهل، تأتي إلى المدافع وتقول له افرض مراقبة على الثقة. انا عندي رد على ده، ان في الناحيه الثانيه باريس بيلعب بثلاثه في الف الدفاع برضو زي اليوفي بيلعب خمسه برضو لما بيفقد الكوره. بس شوف ماركينوش، واحنا كنا قاعدين انا وياسر بنتفرج، ذكائه وهو وراموس وحتى كيمبيمبي في التوقيت، ما هو انا الفريق كله بيدافع وبيلعب برضو زون ديفنس، بس هو شايف وقاري اللعب. انا محسيتش في بريمير ودانييلو الاثنين، حتى بونوتشي رد فعله كان دايما بيعمل الحته دي، رد فعله برضو بطيء وده فارق.